أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الثانية وهو بعنوان خواص التناسب. الخاصية الأولى: يمكن تكوين تناسب معلومية نسبة واحدة كما يلي: واحد، إذا ضربنا حدي النسبة في عدد لا يساوي الصفر فإن النسبة الناتجة تساوي النسبة الأولى. تناسب، فمثلا 3 على 5 تساوي بالضرب في 3 كل من البسط والمقام تساوي 9 على 15، أو 4 على 7 بضرب كل من البسط والمقام في 4 تساوي 16 على 28. 2، إذا قسمنا حدي النسبة على عدد لا يساوي الصفر فإن النسبة الناتجة تساوي النسبة الأولى. تناسب، فمثلا 9 على 15 بقسمة كل من البسط والمقام على 3 يساوي 3 على 5، أيضا 16 على 28 عند قسمة كل من البسط والمقام على 4 يساوي 4 على 7. الخاصية الثانية: في أي تناسب يكون حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين؟ فمثلا 3 على 5 تساوي 9 على 15 يمثل تناسب. نلاحظ أن الطرفين في هذا التناسب هما 3 و 15 وحاصل ضربهما 45، لأن 3 في 15 تساوي 45، والوسطان هما 5 و 9 وحاصل ضربهما 45، لأن 5 في 9 تساوي 45. هذا يعني أن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. حدود التناسب هي 3 و 5 و 9 و 15. مثال 1، لاحظ وأكمل الجدول الآتي. نرى مثالا محلولا وهو 1 على 4 يساوي 7 على 28. حدود هذا التناسب هي 1 و 4 و 7 و 28، فيكون الطرفان هما 1 و 28 والوسطان هما 4 و 7. وفي التناسب الثاني 2 على 6 يساوي 6 على 18، فيكون حدود التناسب هي 6، يعني 2 وبعد كده 6 تالت المتناسب هيبقى كام برضو؟ 6، لان هنا 2 6 وبعد كده كام؟ 6. طب الرابع المتناسب هيبقى كام؟ 18. يبقى عندنا كام؟ 18. طيب هنا نقوله بقى الايه الطرفين، يعني على الطرف اللي هم هنا مين؟ الاثنين و18 او الاثنين و18. يبقى نكتب الاثنين وبعد كده بنكتب الايه؟ ال 18. الوسطين اللي هم في النص اللي هم هنا كام وكام؟ 6 و6. يبقى هنا بنكتب ال 6 وهنا برضو بنكتب الايه؟ الايه؟ ال 6. مثال 2، حدد اي من ازواج النسب التالية تمثل تناسبا. الحل: 1 3 على 4 و 9 على 12. للحكم على هذا الزوج هل هو يمثل تناسب ام لا، علينا بضرب الطرفين وكذلك الوسطين. اذا كانوا متساويين فهو يمثل تناسبا،
وإذا كانوا غير متساويين فهو لا يمثل تناسبا. هيا معا، 3 في 12 تساوي 36 و 4 في 9 تساوي 36، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. إذن هذا الزوج يمثل تناسبا. 2، 5 على 8 و 20 على 24. عليك عزيز الطالب أن تجيب بنفسك. هنا هنضرب الخمسة في 24، الخمسة في 4 ب20، صفروا معايا الايه الاتنين، الخمسة في 2 ب10 ومعانا 2 يبقى كام؟ 12، يبقى عندنا ايه 12، يبقى ناتج هنا 120، ناتج هنا 120. طيب نرجع نضرب الثمانية في الايه في العشرين، الثمانية في الايه في العشرين، الثمانية في صفر بصفر والثمانية في كام في اتنين ب16، يبقى الناتج يديني 100 وكام؟ 160. لاحظ ان حصل ضرب وسطين ليسوا متساويين، يبقى هنا نقول حصل ضرب وسطين يساوي الطرفين ب120، بينما حصل ضرب الوسطين ب160. هنا الحاصل ضرب الطرفين لا يساوي، يبقى نختار هنا لا يساوي. بعد كده بيقول لي إذن هذا الزوج يمثل ولا لا يمثل تناسب؟ ايه؟ لا يمثل تناسب، ما ينفعش يكون ايه متناسب، لان حاصل ضرب الوسطين لا يساوي حاصل ضرب الايه الطرفين. 3، 7 على 9 و 35 على 45. عليك عزيز الطالب أن تجيب بنفسك. هنضرب السبعة في خمسة وإيه أربعين، سبعة في خمسة بخمسة وتلاتين، خمسة معانا التلاتة، السبعة في أربعة بثمانية وعشرين وتلاتة، يبقوا كام؟ يبقوا تلتمية كام وخمستاشر، تلتمية وكام وإيه وخمستاشر. برضه بنفس الطريقة هنضرب مين؟ هنضرب التسعة في خمسة وتلاتين، تسعة في خمسة في خمسة وأربعين، خمسة معانا الأربعة، التسعة في التسعة في كام؟ في تلاتة في 27، ومعانا 27 وأربعة، يبقوا كام؟ برضو 300 وكام؟ و 15. اسحب الإجابة الصحيحة. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، لأن الناتج هنا 315 وهنا 315، يبقى هنا نحطه يساوي. هذا الزوج يمثل تناسب، هذا الزوج يمثل ايه تناسب. مثال 3، اوجد الحد الناقص في التناسب التالي، 3 على 18 يساوي 12 على س. الحل، سوف نستخدم الخاصية الثانية في الحل وهي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ذلك يعني 3 في س يساوي 18 في 12 بقسمة كل من الطرفين على 3، وذلك لكي نحصل على س فقط. إذن س تساوي 18 في 12 على 3 تساوي 72. مثال 4، إذا كانت الأعداد 6 و 5 و 12 و س متناسبة فأوجد قيمة س. الحل، حيث إن الأعداد متناسبة لذلك يمكن وضعها على صورة تناسب، هو 6 على 5 يساوي 12 على س. نستخدم خاصية حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. إذن يبقى نقوله 6 في س، يبقى هنا هنكتبه كام؟ الستة، يبقى نكتب هنا مين؟ الستة، هيساوي حاصل ضرب الطرفين اللي هما الوسطين اللي هما 5 في كام؟ في 12، 5 في كام؟ في 12، بقسمة كل من الطرفين على 6، يبقى هنقوله هنا اهوت 5 في 12 على 6، يبقى هنا 5 نضربها في كام؟ في 12، وبعد كده نعمل ايه؟ نقسم على الايه؟ الستة.
الناتج بقى نضربهم في بعض نقوله ايه باستخدام الآلة الحاسبة. عندنا آلة حاسبة اهيت نستخدمها، هيقولوا بقى كام؟ 5 في 12 على 12. في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد دلال معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على يوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.